للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين ومن اهتدى بهديهم من الآل والصحب إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، ونحن في موسم كبير من مواسم الإسلام. نعم أيها الإخوة، إذا كنا نتحدث عن المواسم فلا بد أن نتحدث عن إقبال الناس على هذه المواسم. رمضان هو الموسم السنوي، المهرجان السنوي الذي يجب أن لا يغيب عنه الناس ليستثمروه. هناك مواسم في العمر مرة واحدة، مثل موسم إيش؟ الحج. والله كأنكم حافظين درسكم، ليش قاعد أنا معذب حالي مدام حافظين الدرس؟ ما شاء الله، هذا موسم في العمر مرة. وهناك موسم في اليوم، موسم اليوم هو الصلاة، الصلاة التي هي موسمك مع الله اليومي. فإذا ضيعت الفجر كانت لك فسحة للتعويض في الظهر، فإن لم يكن فالعصر، المغرب، العشاء. هذه حكمة تكرر هذا الموسم اليومي. إذا نحن أمام موسم يومي، وأمام موسم أسبوعي هو صلاة الجمعة، وأمام موسم شهري هو 3 أيام البيض، وأمام موسم سنوي هو رمضان، وأمام موسم عمري هو الحج. طيب، بصير نسمي هالنفحات القدسية الإلهية مواسم؟ بصير نسميها مهرجانات؟ إذا عرفنا هلأ في مهرجان فنحن نبادر إليه حتى ما نضيع الفرصة ونستثمره. أنا لا أرى حرجاً في أن نسميها مواسم، لأن الأسلوب القرآني وضح لنا هذه المعاني. أنا جمعت لكم بعض الآيات التي تشير إلى هذا المعنى حينما قرب الله لنا فكرة التجارة، فكرة الموسم كيف نستثمره. فإذا به يقول: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على، سماها تجارة، تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله. تجارة، هذه التجارة هي تجارة مع الله وهي غير خاسرة، بدليل قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة. وشو وصف التجارة؟ لن تبور. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، اشترى. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، هذول عكسوا الآية، اشتروا الحياة الدنيا الرخيصة بالآخرة الغالية. فقال: فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، بئس ما اشتروا به أنفسهم. أيها الإخوة، لما نتحدث عن هذا المصطلح الذي هو موسم مهرجان، فأحسب أن القرآن أراد أن يقرب لنا هذه المعاني. ومن هنا أنا استعرت فكرة الموسم لأقول لكم هو هذا الموسم. نحن هلأ بموسم البازاليا والفول والثوم، وقبل شوي كان موسم المقدوس والزيتون. هذه المواسم اسمها مواسم لأن التجار الله بيضاعف لهم ما داموا أصحاب تقوى وما بيغلوا على الناس، فهذا مظنة زيادة أرباحهم. صحيح، يعني ولله المثل الأعلى، جبت أنا تجارة مع الله بعدين جبت تجارة مواسم، وخاصة تجارة التوم. يعني الله يعيننا اللي بيشتغل المصلحة. بزمانه أو على قولة شيخنا الله يرحمه، لما كان بده يحكي لنا قصة كان يقول خطرة، تتذكروا خطرة؟ أحد علماء المجمع مرته أخذ السيارة، وأنا نازل بالسيارة قلنا له: مولانا عم شايفك عم تستنى معك سيارة، بعرف. قال: إيه والله، بس أخذت مرتي.
قلنا له اساسا نحن بس بنشتري السياره، ندفع حقها، ندفع الضريبه، بنعبي البنزين، خاصه اذا كان في دور طويل. الحمد لله خفت الادوار. الله يجبي من الثمرات لهذا البلد ويحن على اهل هالبلد ان شاء الله. قلنا له تفضل، كان مولانا من نزلك بطريقنا وبالصدفه شارين توم يوميتها سيدنا. طلع بهالسياره اخونا، اول شيء ما حب يعطي اشاره، وتعرفوا التوم لا بزاليا فول ما بطلع ريحه، اما توم هذا ما له مؤشر وهيك ريحته، كيف لو مؤشر؟ كيف اذا مدقوق مرهم؟ قال لي سيدنا يبدو انه سماحتك اليوم نافض شيء اكله فول ماكنه. قلت له صلي على النبي معلم، شو لا. قال لي سيارتك كلها توم. قلت له شو اعمل تغطيس التوم حتى تشكل الأد؟ الله وكيلك شارين توم ونسيانينه بالسياره ولسه ما وصلناه. هذا موسم برائحه، موسم تدفع فيه مصاري بتتكلف فيه، اما موسم اقبالك على الله فهو الموسم الذي يمثل التجارة التي لن تبور. الآن أنا لح أفترض أني وإياكم في هذا الموسم الذي لطالما دعونا الله أن يبلغنا إياه. الصحابة الكرام يا أيها الإخوة كانوا يدعون الله 6 أشهر أنه يصلوا إلى رمضان ويقول اللهم بلغنا رمضان. إحنا ضلينا بمعيدكم من رجب وشعبان ونقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وما كان يخلص رجب وشعبان، وبلغنا رمضان. هاي بلغكم الله رمضان، فبدكم تشكروا الله. نقول الحمد لله، الحمد لله وحده غير كافية، بدنا الحمد لله، وبدنا مع الحمد لله مع اجعل مع الدعاء قطرانا. هذا الموسم بلغنا الله إياه وسميناه نحن مهرجان، وفتنا على هالسوق بمعيتكم الذي هو مهرجان الله، وكل واحد يبحث عن سلعة. ألا إن سلعة الله، سلعة الجنة ما بتجي ببلاش. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ضربنا نظرة هيك بهالمهرجان فشفنا دكاكين على مد عينك والنظر، كل هالدكاكين هي دكاكين تجلب المرأة إلى الله وتأخذ بيده إلى الله. شفنا بالصدر دكان مكتوب عليها المخزن الكبير لشراء بطاقات العتق من النار، لقينا أكثر زحمة على هالدكان، والناس وين بتلاقي الزحمة بتروح تقول أكيد هذا عامله شيء تخفيضات. رحنا على موسم بل على دكان بيع البطاقات التي هي بطاقات العتق من النار، فوجدنا البياع هو سيدنا جبريل وصاحب الدكان الله سبحانه وتعالى. تجارة، وجبت لكم الآيات التي تشير إلى تقريب فكرة التجارة لكن بمصطلح سامي يسمو عن النقد وعن الشيكات وعن المبالغ. فراح شيخ إبراهيم إمامنا قال له يا سيدي يا جبريل شو العروض اللي عندك؟ قال له والله عندي بطاقات لكل الشرائح، احكي لي أنت بما تقربت إلى الله لأجل أن تعتق رقبتك من النار؟ قال له والله أنا إمام جامع وصوتي ندي والناس بيحبوني. راح جاب له بطاقة اسمها بطاقة العتق من النار المعبر عنها بجهدك في الصلاة. إذن هي الصلاة إلى بطاقة. إجا حبيبنا أبو صلاح قال له يا سيدي يا جبريل أعطينا شي بطاقة. قال له احكي لي شو عندك؟ قال له والله أنا رجل أقوم الليل وأحرص على الجماعة وفجر المسجد لا أبارحه. قال له هي عندك بطاقة اسمها بطاقة الصلاة. إذا نحن أمام بطاقتين، بطاقة الصلاة الإمامة أن يؤم الناس بالخير، بطاقة صلاة الجماعة، بطاقة القيام التهجد، القيام اللي أنتم فيه هلا اسمه قيام. إجا واحد مثلي قال له يا سيدي يا جبريل أعطينا شي بطاقة بمعيتك. قال شو أنت عملك؟ والله أنا ما عندي كثير صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله. ماشي حال شغلتك منيحة بس بدنا أكثر من الحب، بدنا شيء مترجم. أعطانا بطاقة من البطاقات، ما لح نعطيه مقام وشريحة. أنت يا فلان والله أنا عندي خدمة الناس أتقرب بها إلى الله لأحوز معها بطاقة العتق من النار. أنت والله عندي أبوين
أبرهما وأحرص على برهما. هاي بطاقة بر الوالدين. أنت يا فلان، قال له والله أنا رجل معتر بسعى على رزقي من الصبح للمساء، ما بلاقي وقت روح الجامع، يا دوب أنا كسيب وهيب اللي باخ بجيبه بياكلوا منه الأهل. لا تزعل، إلك عنا بطاقة اسمها بطاقة العتق من النار بسبب الكد والسعي في الحلال الطيب. وأنت والله أنا رجل بطبيعتي بصبر على أذى الناس، بصبر على سفاهات الناس، تكرم عينك بنلاقي لك بطاقة. لاحظوا أنتم أيها الإخوة، كل واحد منكم يجب أن تكون عنده بطاقة في هذا الموسم الرباني لكي ينجو بها. طيب شو رأيكم إذا أجينا وقلنا والله، قلنا له يا سيدي يا جبريل، أنا أؤم الناس وأنا أقرأ القرآن، لا قراءة عين ولسان فقط، بل قراءة عين ولسان وتدبر، أفلا يتدبرون القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. جاءنا واحد، إن شاء الله كلكم من هذا الواحد، يقرأ القرآن ويفهمه ويصلي الجمعة والجماعات ويبر أمه وأباه ويتحمل أذى الناس ويسعى في خدمتهم و فقال له، قال أنت إلك بطاقة خاصة. نحن مو منقول اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، طيب هي الله بلغنا رمضان والله هيئ لنا فرصة الدخول إلى هذا المهرجان، بس يا ترى قديش معبي جيبتك أنت من رصيد يؤهلك لشراء واحدة من هذه البطاقات؟ يلي شايف حاله بيستاهل كل هالبطاقات ببطاقة جامعة مانعة تشمل كل هالامتيازات، يرفع لنا إيده. أنا اللي حنزل إيد تاني. لا قلنا شيء واحد شيخ إبراهيم خرج، يعني أنا شايف ناقصك 3-4 بطاقات، أما أنا ناقصني 6-7. أنا يمكن عندي بطاقة اسمها خدمة الناس، يمكن عندي بطاقة اسمها الافتقار إلى الله والدخول على بابه بالانكسار والتذلل، أما الأمور الثانية لا. نحن نتمنى، ولكن أنا أقول الله يجعلني وأنا غير مهيئ نفسي لحيازة هذه البطاقات. هلا ما حدا رفع ايده، ولانكم ما رفعتوا ايدكم هذا دليل انكم ربما وجد فيكم من يستحق كل هذه البطاقات، لكن لانه يفعل ذلك احتسابا لوجه الله فهو لا يريد ان يكون ذلك من باب لا الشهره ولا السمعه ولا الرياء. ارجو الله سبحانه وتعالى ان يكون كل الحضور ممن يستحق هذه البطاقات، لا كل واحده بمفردها بل بمجموعها. ولكن مو عيب ابدا إنه نحن اليوم نرجع على البيت ونشوف حالنا، نحن كم بطاقة نستحق من هذه الدكان الربانية؟ كم بطاقة؟ أنا واحد من الناس قلت لكم إذا دبرت حالي بطاقة عم بسعى، هلأها عم بسعى كونه لسانا بأول رمضان إنه أطلع آخر رمضان 4-5 بطاقات، لكن والله أنا بضاعتي مزجات يا أبو أحمد، لكن عم نسعى إن شاء الله الله يكرمنا. لحد الآن لسه ما كملت بطاقة، ها عشان تكونوا بالصورة. إيه والله بدي أشتغل، ما كملت بطاقة مشان ما تفكروا أزاعد هون وعم درس ونظر عليكم، معناه أنا معي الشكات، دفتر شكات بالبطاقات، الله وكيلكم ما في شيء، عم بسعى. هذا أوان السعي، والعاقل الغانم الفالح الذي يستطيع أن يستثمر وصوله إلى هذا الموسم. بلغنا رمضان، هي بلغنا ربنا رمضان، شو بعده؟ أقول في الختام هذا المهرجان أيها السادة، هي خطر بالي كلمات، هذا المهرجان رأس مال تجارة القائمين عليه، رأس مال تجارة هو حب الله، وسوقه هو رضا الله، وبضاعته طاعة الله. أنت بين حب وبين رضا وبين طاعة، إذا ما أفلحت في تقديم هذه المقدمات حزت ثمرة هذا المهرجان. ثمرة هذا المهرجان هو اللهم اجعلنا من إيش؟ ثمرة هذا المهرجان وبضاعته الرابحة هي العتق من النار.
الله قدر أن يكون حضوري معكم وتكرمكم بالاستماع إلي أن يكون في أول رمضان، لأن الفرصة لا زالت مواتية لنستثمر أيها الإخوة. أنا عم خاطب حالي والله أولاً، لنستثمر. لما أنت بتعرف حالك عن أن رمضان سيغفر الله لك فيه 11 شهر، من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم. قديش تقدمنا بهالأشهر من ذنوب؟ إذا شيء واحد هو من أهل، كلكم من أهل الله، بس بدي واحد من أهل الحسابات يقول لي أنا عندي بهال 11 شهر 50 ذنب، أنا لروح جيبه وأحطه على الكرسي محلي، هذا أبو 50 ذنب بال 11 شهر. كلياتنا ذنوبنا مطفطفة وعم ننتظر هالموسم. العاقل من استثمر نفحات الله. ألا إن لله من دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها. أرجو الله أن يقبلني وإياكم وأن يمنحكم جميعا كل البطاقات. ترى الله كريم، بس بدك تعرف المدخل إليه لتحوز هذه البطاقات. اسمها بطاقات العتق من النار. يلي ما بيعرف العنوان، بيت الله بيدله على العنوان، لا الإمام ولا عبد السلام بيعرفوا يدلك على العنوان إلا بهالكلام العام. لكن أنت بدك تأخذ حالك لعند هالدكان، لأعطيكم علامة بس تشوف في زحمة، معنا هذه دكان البطاقات مثل هالزحمة الموجودة في هذا المسجد اليوم. أرجو الله أن يجعلني وإياكم من عتقاء شهر رمضان، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.